يا أخ تعال لو سمحت. أنت من رجال رضوان؟ كنت معه يا شيخ. سوي حصل لي الشرف وليت معك. امتين آخر مرة لبست ثياب نظيفة؟ هاد كله عندي. في هاون ماي تتحمم بتغسل ثيابك. شو اسمك؟ اسم اسماعيل. انت من وين يا اسماعيل؟ انا تونسي يا شيخ. اسمعني يا اسماعيل التونسي، ان الواحد يكون فقير هيدا مش عيب، بس العيب انك تفقد الاحترام لنفسك. اذا ما بتحترم نفسك ما حدا حيحترمك. بتروح وبتتحمم، اعطوه ثياب نظيفه من عندي. عمرك يا شيخ. عايشك يا شيخ، الله يجازيك بخير. الله يخليك ويحفظك. يلا تعال معي.